بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الصمد المتصف بكمال صفات الربوبية رب العالمين المنفرد بمشيئة الإجاز والإعدام الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل ظاهرة وخفية ملك يوم السماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته يوم الزحام إياك نعبد عبادة نرجو بها العفو والعافية وحسن الختام وإياك نستعين ببلوغ الخيرات الدينية والدنياوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام اهدنا الصراط المستقيم الموصل إلى رحاب حضرتك القدسية صراط والشهداء والصالحين والشهداء والصالحين الكرام غير المغرب
تحملوا نفوس توراتك الكلمية ولو الهداية والسلام الذين ضلوا عن طريق الهداية والسلام يا رب العالمين.